什么？ أهلاً ومرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليبيا زي ما هي ضمن سلسلة فسيفساء السلسلة الرمضانية الاستثنائية اليوم بنتكلم على حاجة مختلفة شوية حاجة خارج موضوع الرواد وكذا ولكن مرتبطة برمضان بنتكلم على حاجة هلبة منكم يعرفها وهلبة منكم يحبها ويلعبها في طفولته وربما شاف كبار يلعبوا فيها الحاجة هذه هي الكارتا أنا عارف هلبة منكم حي ربما يتبسم أو يضحك أو يقول شنو موضوع الكارت شنو بيتكلم فيه شنو بيقول فيه وشين علاقتها بالهوية البصرية الليبية اللي, اللي نتكلم عليها هلبة والتليب والمواضيع المتعمقة أنتوا أصبروا معاي وحتعرفوا السبب رمضان مبارك اه ويسنمر في اللون أوزوم بالأمازيغية وسلانجو بالتبوية اللي شفتوه في المقدمة هي أني وولدي سدرين نلعبوا في الشكبة او تتسمى تودولت النيفراد زي ما فيها بالامازيغيه اكيد بتقولوا علاش حلقه عليه الشكبه الحق اللي شجعني ندير حلقه هادي هو نادي الكارتا الليبيه وناشط يعني هذه الايام في رمضان ومورين صور قديمه لمسوقات على مستوى ليبيا عليه لعب الكارتا وكارت بانواعها ولكن شكبه هي اللعبه المفضله لهلبة من الليبيين وربما حتى بعض التوانسة طبعا في سكمبيل وفي غيره وغيره وحنتكلم عليه احنا حنتكلم عليه الشكبة خصوصا اه وضمن موضوع الكارتا عموما عارف هلبة حيقولوا قداش بتقول عليه الكارتا اصبروا معاي وحتشوفوا ان تاريخها اكثر من اكثر من انه مجرد ورق تلعب بهم اه لكن قبل ما نخش في موضوع الشقبه خلي نهدرز شويه عن التاريخ متاع اللعبه هذه عموما، لعبه الكارتا عموما. واللي هي الباين ان اصولها ترجع للصين الصين الشعبيه اليوم وترجع للقرن السادس الميلادي و يعني 1300 سنه فاتت او كذا. وصلتنا لافريقيا الشماليه عن طريق التنقل عبر التجاره خصوصا من عهد ربما تكون يعني هذا اللي وصلنا من معلومات في عهد المماليك وصلت عندنا وحنشوفه علاش بعد شوية ابن حجر الهيثمي ذكر اللعبة هذه وصفها على أنها أوراق مزوقة بنقوش وكان هذا سنة 1500 وشوية هيك وابن حجر هيثم يعرفونه انه هو كان في مصر. لكن هو نفسه نقل على الاذرعي نفسه ابن حجر هيثم نقل على الاذرعي في طالع السعد آه في كتاب طالع السعيد ان الكارته جابها المرده لمصر، عارفكم معلومات هلبه، الكارتا جابها المرض لمصر سنه 1380 1880 آه يعني نتكلم هنا على 700 سنه فاتوا. آه 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 يعني المعلومات اه تدير عندنا. قلنا تكلم عن الكرطة أن اللي جابوها جابوها المردة المردة هادو عندهم عدة أسامي في التاريخ ولكن هي فرقة مسيحية كانت موجودة في تركيا اليوم وشمال كذلك الشام والمهم الحاجات اللي يديروا عليها معروفين بها انهم عاونوا المسلمين في فتح القسطنطينيه وعاونوا المسلمين في اشياء اخرى ضد خوتهم المسيحيين الثانيين. الاسم القديم للكرطة اللي ذكرها المؤرخين هادو وذكرها الفقه النوازل هو الكنجبة. كنجبه نعم كنجبه، اسم غريب ولكن الباين اصل كلمة فارسي وحسب ما قلنا هذا تسلسل منطقي لو عرفنا ان اصل اللعبه صيني وانتقل من الصين عبر طريق مثلا الحريري او حتى طريق الحرير لعند ما وصلت لمصر واحتفظت باسمها الفارسي زيها زي مثلا الشطرنج والشيش بيش وغيرها فيه نصوص هالبا عليه قدم الكارتا يعني تتكلم على انها هي قديمه في العالم الاسلامي حتى في نصوص عليه مسيحي زي ما قلت في الشام في مدينه حلب تحديدا يحرموا فيها اللعبه هذه على المسيحيين يعني المسيحيين نفسهم خرجوا فتوى او خرجوا نص تحريمي للعب الكارتا في كتاب خطايا الروم الملكيين زي ما قلت في حلب في القرن السادس آآ آآ العشر الميلادي ويا اخي النصوص اكثر بهلبه ونلقى مثلا نص عن ابن الكيان مثلا سنة 1530 أو 1533 اللي هو الجواهر الزواهي في ذم الملاعب والملاهي ونقلنا عليها قصة هيك ظريفة في صعيد مصر شفتوا أن أغلب النصوص جتنا من مصر أو من الشام المنطقة هذيك والنص يتكلم على ادمان الناس لعب الكارطه اللي هي زي ما قلنا الكنجفه وعلى فكره ينطقوا فيها باشكال هل براه الكنجفه تنقال جنجفه وتلقال زنجفه لو حد منكم بيمشي بيبحث في الانترنت ويشوف الكنجفه شنو هي وندمنا تكلمنا عليه مثلا القرن الخامس عشر او 1500 وشويه اكيد تبوا تعرفوا كيف كان شكلها كيف الكارته هذه شكلها لان الاوصاف اللي قالها ابن حجر اللي هي ورق عليه نقوش وتقدر تكون اي حاجه ثانيه، لكن انا بنأكد لكم ان هي هي نفسها الكارته. آه اللي آه وهذه كانت آه في عصر مماليك اللي هما المماليك اللي هم المماليك هذو طبعا يتسموا باسماء هلبه في التاريخ لكن المهم مش موضوع المماليك. انا روح ديما نطلع هيك من المواضيع خوفي اني نتكلم لكم على حاجه وبعض الناس ربما يكونوا ضايعين مش فاهمينها على اي حال احنا ما زلنا نتكلم على الكارتا ونتكلم على مصر والنصوص اللي تتكلم على وجودها في العالم الاسلامي من هذاك الوقت انا يعني علاش نبي نثبت ان هي موجوده في العالم الاسلامي لان هالبنات يظنوا الطليان هم اللي جابوا لنا الكارتا صحيح هم الطليان جابوا لنا الشكل الحديث للكارتا ولكن الكارتا موجوده في العالم الاسلامي وفي بلادنا في فتره قريبه جدا المهم المماليك استمر الحكم بتاعهم من 1250 تقريبا الى 1520 حاجه زي هيك يعني اكثر من 260 سنه به أهني نبي نوريكم صوره نتاع كيف كانت في عصر المماليك. نعرف مش مصدقين لكن استمر معي. الكارتا في عصر المماليك اكتشفوا او اكتشف عالم بحث في متحف توب سراي و يعني الشكل اللي كانت عليه الكارتا في هذاك الوقت، وخلينا نوريكم نموذج من هذه الكارتا اللي طلعت ولقوها في توب كابي سراي. أم وبرك الوقت يكون شويه هيك مناسب نزيد نشرح لكم على التفاصيل نتاع الشكل نتاع اللعبه هذه وقوانينها صحيح هي تختلف عن الكارتا في شكلها البسيط اللي نعرفوه اليوم ولكن اصبروا شويه وحتستغربوا يعني الشكل هذا والشكل اللي نعرفوا به اليوم الكارتا وشنو علاقتهم ببعضهم وحنخش في التفاصيل في هذا الموضوع طيب الكارته اللي اكتشفها الباحث هذا ليو اري ماير بالصدفه ودار عليها كتاب على فكره والكتاب هذا مهم جدا للي بيعرف ويعرف يعني الانجليزيه آه اللي هو آه الكارته عند المماليك في القرن الرابع عشر كتاب مهم جدا اللي بيعرف اكثر عن تاريخ لعبه الكارته عند المسلمين هو ما تكلمش غير على هذيك الفتره تكلم عليها في مراحل آه مختلفه طبعا الحجم بتاع الكارته مش بالحجم هذا الصغير اللي نحطه فيه في جيوبنا يختلف هلبا يعني كان حجمها مثلا طويلة هي طويلة ورقيقة كان طولها 25 سنتي تقريبا زي الورقة بتاع الطباعة اليوم وعرضها 10 سنتي تقريبا زي ما قلت على الحجم بتاع ورقة الطباعة وكانت مزخرفة فهلبة زي ما قال ابن الهيثم ورق منشو منقوش زي ما شفتوه في الصورة به في فيه في عبارة مكتوب عليها ملك ونائب وأول ونائب ثاني تذكروا معاي كلمة نائب حجينا بعدين في الهدرزة وهي مهمة جدا في تطور لعبة الكارتة هذه ما تنسوش كلمة نائب ها الكارتة هذه كان فيها أربع مجموعات أربع مجموعات كل مجموعة زي ما تشوفوا في الصور في اللي عليها كاس فيه مجموعة عليها ويتكرر أكثر من مرة لما بنديروا الأعداد اللي معناها أرقام، وفي اللي عليها السيف وهي مجموعة وحتى هي نفس الشيء يتكرر السيف باش نديروا عدد الكارت الورقة بتاع الكارت هذيك، وفي اللي عليها الدينار العملة، وفي اللي عليها العصي، وفي ثلاثة زيادة بعد العدد العشري للعبة يعني مرقمة من واحد 10 حسب الأشياء اللي محطوط عليها مثلا عدد السيوف أو عدد العملات إلى آخره وفي ثلاثة زي ما قلنا الملك والنائب أول ونائب الثاني فمثلا عشرة عملات عشرة سيوف عشرة عصي عشرة إلى آخره باش تمثل رقم عشرة وثلاثة تمثل رقم ثلاثة وخمسة خمسة يعني عدد التكرار به متحف توب سراي فيه مجموعة تانية مهمة جدا غير م... عفوا مجموعة التوب كابي سراي لكن غير بنقول مجموعة التوب كابي سراي من المؤكد أن هي كانت 52 قطعة كاملة وكل مجموعة فيها 10 وكل مجموعة فيها المجموعة الملكية متاعها وهكذا وفيه طرف ثالث وهذا بنشوفه بعد شوي في هذا واللي آه, اللي نلقوه في الاندلس آه, يعني مبكر قبل شويه كنت بنخش في موضوع الاندلس بعدين استدركت روحي ال, ال, المجموعه اللي لقوها في مصر هذه واللي موجوده في توب آه, كابي سراي واللي هي في عصر المماليك هذه المجموعه في شبيهه لها موجوده في الاندلس شوفوا مشينا من الأندلس إلى عفوا مشينا من مصر إلى الأندلس، يعني أفريقيا الشمالية هذه بيناتهم الاثنين فأكيد وزي ما بنشوفوا بعدين مرت بكل شمال أفريقيا قبل ما تنتقل إلى الأندلس وفيه مجموعة أنا شخصيا شفتها في متحف برشلونة تحمل نفس الشعارات بتاع مجموعة المماليك غير شكلها مبسط شوية. مجموعة مماليك زي ما ذكرنا قبل شوية وشفتوها ملونة هيك وزخرفات وإلى هي آخره، المجموعة هذه مطبوعة على الخشب أو اللوح ومنقوشة نقش بنقش غائر شوية. المجموعة هذه انطبعت سنة 1495. 1495 شنو يذكر فيكم التاريخ هذا؟ ما تكلمنا وانا في حلقه المورسكيين في ليبيا والاندلسيين اللي جو عاشوا في ليبيا والى اخره تكلمت عليه سقوط الاندلس كانت 1492 وحنا تو نتكلم على 1994 يعني ثلاثة سنوات بعد طرد المسلمين من الاندلس خرجت المجموعه هذه والمطبوعه في اسبانيا وزي ما حكيت في الحلقه هذيك في الطرد الاول المسلمين مش كلهم جو قعدوا هلبة عايشوا مع الاسبان وعايشوا معاهم مده طويله بعدين بعدها بقرن تقريبا بدأت محاكم التفتيش والمشاكل هذه وهذه كلها تراجعات في حلقه الاندلس على حال ما يعني المجموعه بتاعت اسبانيا هذه ما لقوش منها والاندلس ما لقوش منها الا 14 كارت ولكن واضحه ان هي محاوله لتسهيل شكل المملوكيه بطباعه الخطوط البرانيه للكارت واندارت باش ينطبع منها عدد كبير. طبعا هنا مفهوم علشان ينطبع عدد كبير إن الكارت لازم هل يكون عندهم والى اخره مش حاجه زي مثلا زي خطوط تكتبها وتديرها. على حال المجموعه هذه مره اخرى متكونه من زي ما في الصور من الكاس من العمله والسيف والعصي تذكروا معي حتعرفوا علاش وهنا يبدا الربط بليبيا شنو اسم الكارتا عندنا احنا في ليبيا شنو نقولوا لها احنا الاسماء الكارتا تخليكم من الاشكال هذه الدبان والى لكن احنا شن نقول لهم مش نقول الكبي الكبي بالطلياني تعني الكاس الكوبي بالطلياني تعني الكاس اللي هي كب الإنجليزية والديناري شنو هو الديناري هو الدينار العملة آه والصباطة شنو هي الصباطة ما هو السيف بالطلياني يا يعني والبسطون شنو هو هو العصي لو طيب فهمت الربط ما بين الاسماء الايطاليه للعبة الكارتا وكذلك شكلها عند المسلمين بتاع المماليك واللي انتقلت منها للاندلس واللي هي قعدت ما بين عند المسلمين 700 سنه اللي تكلمنا عليها في المقدمه به باش التفسير يعني عمرك فكرت فيها انت هاد ما يشبهوش الكبي ما يشبهوش الصباطه ما يشبهوش الديناري يعني الكروت هادي وما يشبهوش اي من الاسماء اللي عندهم في ليبيا ولكن اسمائهم هي نفسها السبب في هذا بسيط جدا يا ناس الكارته اللي عرفها الليبيين واللي جابوه لهم الطليان بالاخص السيشيليين منهم هي الكارته هادي اهي اللي تشوفوا فيها قدامكم هذه هي الكارتش كوبا الحقيقيه يا اخي حتى ملتالي مكتوب عليها بالانجليزيه سكوبا هني تشوفوا معاي الكاس اللي هو الكوبي هني هذا هو الكوبي اللي يسموه الليبيين وهذه هي الصباطة والبسطون عفوا وهذا الري على فكره <applause> هذا هو الري حسب الري الديناري لان فيه العمله بجنبه الدينار باهي وكذلك أه كان لقيت ايه هذا هو السباطة عند الليبيين اهو وهذا هو البسطون بتاع السبعه عند الليبيين هذا هو اللي الكارتة اللي عرفوها الليبيين عبر التاريخ مش الكارتة هذه اللي هي الآن مشهورة ونستخدموا فيها في كل شيء الكارتة الليبيين عرفوها بعد عبر التاريخ هي هذه وهذه هي الأشكال اللي الآن تقدروا تعرفوا وتفسروا علاش حنين قولوا لها الديناري الديناري هي على الدينار هذا هو المرسوم و الصاباتا اللي هي هذه السيوف والبسطون هو هذا اللي هي العصا والري هو هذا والمهم يعني اللي بنقوله إن بنطور لكم الكاس اهو والكبي هو هذا عرفتوا تو شنو السبب اللي احنا نسموا فيها بالاسماء هذه في ليبيا الاسماء هذه لان الكارتة في ليبيا تغيرت وحتشوفوا بعدين آه آه يعني الكارتة هذه زي ما قلت تتسمى سكوبا ومن تالي آه يعني آه لكم قبل شوية من تالي سكوبا هذه وهذه الكارتة الحقيقية اللي آآ آآ لعبها الليبيين وعلى فكرة كلمة سكوبا بالليبي جاية من السيشيليين لأن الحقيقة اسمها سكوبا بالسين وكان عدد السيشيليين هم الاكبر في ليبيا وهذا علاش في نقولوا زمان التشينيما مش السينما التشينيما أه لان النطق السيشيلي هو بالشين على اي حال أم أه زي ما قلت شفتوا كيف كان مرسوم في الكارت الإيطالية سيف عصا دينار وكاس اللي هم الكوبي والديناري والصباطة والبسطون وعلى فكرة الكارتة الليبية آآ آآ هذه هي كانت مستخدمة حتى يعني في أثناء الحت... الاحتلال الإيطالي وكانت هذه في شكلها وفيه منها نوعين طبعا أنا نفسي جبت لكم ما هو نوعين منها أنا نملكهم هذول الأنواع عادي ونجمع فيهم من مدة لأنها مرتبطات بالتاريخ والحاجات اللي نتكلم فيهم على ليبيا هذه شريتها والله مؤخرا بس وهذه على فكرة مش زي الكارتة اللي نعرفها زي ما تلاحظوا رقيقة وطويلة وربما فيها تقليد لل التي اللي استخدمها الليبيين بالضبط بالضبط حتى الشكل نتاعها التالي واللي يعرف منكم وهذه هي بالضبط مش الثانيه اللي اعرفها الليبيين وتغيرت بعدها باشكال مختلفه المهم فيه لو حد منكم يعرف حد مولود في ذلك الوقت اللي عند الاربعينات يسالهم يقولهم كيف كان شكل الكارتة في ليبيا لان احنا نعرف الكارتة بالشكل هذا يعني الدبان ومش عارف شني والقلب واللي يسموا فيهم احنا طبعا الديناري والمجيره والكوالي ومش عارف شني لكن الواقع ان الشكل القديم هو الشكل اللي ورثه لكم قبل شويه على اي حال اه اذا الاسماء ما تعبرش على الكارتا وشكلها اللي عرفنا التفسير نتاعها الان وعرفنا ان الارتباط واضح بين الاسماء اللي يسموا فيها وبين الصوره اللي كانت مرسومه على الكروت اللي استخدمها المسلمين قبل 700 سنه في عصر المماليك الان فهمت الربط ما بين ان المسلمين هم اللي جابوا الكارتا لاوروبا وليس العكس على اي حال الكارتا هذه بس خلفيه تاريخيه راهي هذه الكارتا اللي جتنا من فرنسا عن طريق الامريكان بعد الحرب العالميه الثانيه كان الجنود الامريكيين من ضمن الامتعه متاعهم الكارتا معلومه جانبيه بس الكارتا الايطاليه راهي 40 قطعه بس وهي انواع يعني زي ما قلت زي ما قلت لكم قبل شويه والالمانيه مثلا 32 قطعه بس وانا عندي حتى امثله عليه الكارطه الالمانيه واسف اللي وريت لكم قبل شويه هي الكارطه الالمانيه هذه والكارتا السيسيلية اللي هي هذه هنا انا شكلي حتى فتح ما فتحتهاش هذه هي الكارتة السيسيلية وشوفوا الشكل نتاعها من التالي ومن قدام نفس الشيء قلت لكم الديناري والبسطون والصباطه وغيرها يعني أه والكبي حتى هو، هذه هي كارت السيسيليه خفيفه ظريفه ورقيقونه رقيقه وطويله، وفي منها 40 قطعه بس راهو، وزي ما قلنا الألمان 32 قطعه اللي وريتكم قبل شويه هذه الألمانيه والفرنسيه هي الأشهر في العالم الآن وهي 52 قطعه. وحنا في ليبيا راهو نلعبوا بالكارت الفرنسيه مش الليبيه، ولما نبعت نلعبوا شكوبه وانا علاش النحو في الرقم 8 و9 و10 ونحو في الجوكر علاش؟ نبوا نردوا الرقم إلى رقم 40. زي ما كان يلعبوا في عهد الجماعه اللي يعرفوا يلعبوا الشكوبه مش كل حد يجي يفتحوا الكارت يلعبوا بها اللي يعرفوا يلعبوا الشكوبه مضبوط ينحوا لها رقم 8 و9 و10 وينحوا لها الجوكر ويبدوا يلعبوا بها بالارقام والاشياء اللي موجوده هيك ويقعدوا ينادوا فيها بالاسماء اللي يعرفوها على الطليان و آه... 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 الري اللي هو الملك راي بالايطالي هو الملك والنايب متاعه واللي مرات نقولوا له الوزير احنا اه تتذكروا قلت لكم في متحف طبقة بيساراي شنو يسموا في الكارتا الاكثر قيمه الملك والنايب متاع النايب الاول والنايب الثاني تعرفوا اه اه يعني اطلينا اه والاسبان ورثت الاندلسيين شنو كانوا يسموه في الكارتا الى اليوم شن يسموا فيها الكارتا يسموا فيها نيبي نيبي تحرير من النائب مش هيك وبس حتى الطلاينه كانوا يسموا فيها آه نيبو مثلا شكوبا عند الطلاينه راهو الاسم لعبه واحده بس شكوبا جايه من سكوبا وسكوبا بمعنى طفرة او المكنسه آه طفرة قلتها مزغية سامحوني آه آه مكنسه آه آه واللي اعطتنا في الانجليزيه آه آه سكوب تو سكوب اي تو تو كاري على اي حال وعلى ذكر الطلاينه تعرفوا الطلاينه انفسهم يشوفوا ان المسلمين هم اللي جابوا لهم اللعبه هذه وهذا نلقوه عند المؤرخين يعني مثلا جوفاني ديوزو دي سنة 1380 مثلا أو 79 يعني الطلاينة نفسهم في زمان كان يسموا في الكارتا نيبي مثلا هو نفسه ذكرنا هذه أن الطلاينة في هذاك الوقت كان يسموا فيها نيبي يعني دليل ان هي اخذوها من الكارتا بتاع المسلمين اللي هي يسموا في آه احد القطع نائب اول ونائب الثاني. عوده للمره الثانيه، الكارته بدت في الصين وانشهرت عند المماليك واحتفظ بها في متحف توب كابي سراي بنسخه منها واللي وصلتنا بالشكل اللي وصفه لنا الفقهاء اللي منهم آه ابن حجر الهيثمي آه قال عليها اوراق عليها نقوش وعلى فكره المماليك بالله عليك هذه حتى هي جانبيه. المماليك او دولة المماليك راهو كلمة اخترعها المؤرخين المعاصرين راهو يعني ما زمان ما فيش حاجة اسمها المؤرخين ما يقولوش عليهم المماليك في الغالب كان اسم يعني اسمهم في التاريخ يعني اللي نقول علاش في الكلام هذا ما بيش الناس يقعدوا يقولوا في الكلام من روسهم وبعض الناس شفتهم كاتبين في الانترنت يقولوا الكارت اخترعوها العرب لا اخترعوها مسلمين لان المماليك اصلا ما كانوش عرب المماليك دولتهم كانت اسم اسمها دولة الجراكسة أو الشركس آه والمصريين ما يحبوش من يقول لهم أن حتى يحكم آه مصر آه اللي هم كانوا أصلا عبيد الشراكسة وإلى آخره المهم يعني غير نقول في هذا باش ما مي يصيرش قفز وادعاء أن الكارتا هي اختراع عربي اختراع مسلم ممكن واللي يشتركوا فيه جميع الشعوب ولا والاولى ان يقال شركسي هو مش اختراع هم هم اللي نقلوها لنا لان دوله المماليك دوله الجراكسه هيك كانوا المسلمين الاولين يسموا فيها على حال سامحوني انا من الموضوع. الاصح ان يقال ان المسلمين هم اللي نشروها وزادوا مسلمين الاندلس طوروها. وبعدين الباين من مع الوقت نسيناها في بلداننا بالتحريم تاع الفقهاء واختفت كليا ومع اختراع الطباعه انتشرت في اوروبا هلبة وسبب انتشارها طبعا الصغر بتاع الحجم بتاعها وبساطة نقلها <applause> على فكرة هذه معلومة بنقول لكم عليها الفرملة على اللي صار الجيب اللي صار في الفرملة أه وقال لي بعض العارفين بعالم الفرما قال ما كانتش موجوده كان جيب نتاع آه اليمين موجود لكن جيب اليسار ما كانش موجود آه جيب اليمين لي كانت تنحط فيه الساعه تدخل يدك وتطلع الساعه وتقعد تشوف فيها وجيب اليمين ما كانش موجود وفيه تزدان طبعا في زوج جيوب هنا على اليمين لكن على اليسار ما كانش فيه تزدان لين جوج مع اللي يلعبوا في الكارته وطلبوا من الخياطه انهم يزيدوا لهم آه جيب ثاني آه يسموا فيهم جماعة الشيشبيش، طلبوا من الـ جماعة الـ اللي خيطوا في الفرامل أنهم يديروا لهم جيب على اليسار. عليه عندي معلومة جانبية لكن مهمة في التاريخ متاعها وتطورها في ليبيا وكيف كانت مهمة جدا بالنسبة للناس، وسبب زي ما قلت انتشارها أنها هي سهلة تقدر تحطها في جيبك وتمشي بها في أي تركينة. هذه لوحة فيها أطفال ترجع لسنة 1873 في الجزائر. هنا وين تبدا الحكايه اكثر صله بليبيا أه فالكارتا اسماها أه في ليبيا تتسمى عندنا باللغه الامازيغيه تودولت وهذه هي الكارته اللي انا درتها وحنتكلم عليها بعد شويه. تعني بالامازيغيه خلينا نطلع الكارته، تعرفوا تودولت بالامازيغيه هي الـ الـ الالعاب اللي تتفرج تفريش عندنا نوعين من الالعاب باللغه الامازيغيه كلمه لعبه اللي هي تورار تعني اللعب على الاطلاق، اي لاعب تلعب بشكليت تلعب بجطوني تلعب اللي هو آه ولكن لما تلعب لعبة متاع الطاولة زي الشطرنج زي آه الخربقة زي غيرها نقولوا احناها تودولت تودل جت اصلا الكلمة من آه آه الفرش يعني يدل غطى وتودل تعني تودل تنتيد مثلا مثال نقولوا تودل اللي هي الالعاب الاستراتيجية هذه زي آه الـ الـ آه لعبة الشطرنج او آه لعبة فليي او آه قدل ولا الى اخره من الالعاب نقول تودل تيداس يعني لعبه شطرنج او لعبه تحتاج لاستراتيجيه ويقال المهم يعني تودل تنفلي وغير وغيره وغيره من الالعاب هذه والضامه واو اخره به آه آه يعني هنا النماذج اللي, اللي هي من صنع الكارتة هذه اللي حكيت لكم عليها وهذا باكو تاني حتى هو من نفس اللعبة من الجيتين صنعتها بطريقة احترافية حقيقة قبل سنوات وهذه اللعبة نشوفوا عند التوارق خصوصا ان اسماء الكارتة ومقابلتها غريبة جدا لا علاقة لها بالاسم الايطالي ولا الاسم اللي داروه المسلمين في سنة 2016 تلاقيت مع الشيابين يلعبوا في الكارتا ولكن طريقة تسميتهم لها غريبة جدا وقعدت ننشد على هذه الأصول ودرت عليها بحث استمر لأكثر من سنة تقريبا بحث على الكارتا دي أكثر من سنة ويعني و... ودرت هيك تخيل الكارتة حسب التسميات متاعها وعاد تصميم الكارتة وصناعتها على هذه التسميات القديمة لأن الشبابين اللي كانوا يلعبوا في كارتا ليبية عادية هذه اللي هي أصلا فرنسي ويسموا و... 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 فيها مازالوا بالأسماء القديمة. وهي زي المجموعة الملك المملوكية هذيك والأندلسية كانت أربعة مجموعات ولكن أسمائها بالأمازيغية زي ما قلت لكم أسماء مختلفة جدا فيه مجموعة منها تتسمى أفجاج أفجاج بالأمازيغية هي شجرة موجودة في الصحراء بهلبة يعني ومحترمة الشجرة هذه في الصحراء وفيه اللعبة الثانية يسموا فيها أسلوم ما يعني لهاش علاقة بالسلوم بالعربية أسلوم بالأمازيغية تعني اللوح المبسوط هذا اللي يستخدموا فيه في قراءة القرآن وغيرها وفيه مجموعة ثالثة اسمها إيغص إيغص بالأمازيغية تعني العظم وفيه مجموعة رابعة تتسمى أول اللي هو القلب ولكن الغالب أنهم أنني حقيقة اكتشفت بعدها تسمى تشكا وليس أول وأنا اللي تسرعت وصنعت القطع هذه كلها وأضفت لها الأول هذه اللي هي مش أساس جزء من اللعبة وزي ما قلت وفي اسماء ثانيه حسب اللعب يعني لو كنت تلعبوا لعبه ثانيه غير الشكبة يسموا فيه فيه الدوسه والكير وغيرها المهم موضوع ثاني وزي وهذه تخص زي ما قلت لعبه ثانيه المهم اللي همنا هنا هو الشكبة المهم في نهاية بحثي عن اللعبة ووصولها عند الأمازيغ تبين أن جدودنا أعطوها تسميات محلية وحوروها حتى في شكلها وكنت قعدت نتخيل أن ربما جي حد ورسمها ولو ما حد أنا وأنا بديت وقعدت نرسم فيها وصنعت منها القطع هادو كلهم وفي حاجه ثانيه في اللعبه نتاع شن لاحظت بعد البحث نتاعي ان الشيابين يعدوا الاعداد نتاعهم بالالاف مش ارقام احاديه فلما يعدوا مثلا هذه رقمها 1000 ودرت شكل الكارتة متكامل جدا واضفت لها الارقام حسب الارقام القديمه عند الامازيغ وهذه حنجيها بعد شويه درت هذه النسخة فيها زي ما قلت مرة أخرى فيها أفجاج اللي تشبه الشجرة وتخيلت الشجرة كيف شكل شكلها ودرتها بعدين أسلوم اللي تشبه اللوحة المسطحة ودرتها بشكل بدائي جدا وزي ما قلت الأرقام هذه هي أرقام أمازيغية قديمة معاش تستعمل عند الأمازيغ وموجودة إلى اليوم عند أمازيغ دامس في وثائقهم وإلى وقت قريب يعني الوثائق الإقدامسية عندها أرقام خاصة بها والأرقام هذه هي الأرقام الأمازيغية القديمة بعد ما يتخلوا عن بعد ما تخلوا نهائيا عنها واستخدموا الأرقام هذه اللي نستخدموا فيها اليوم وكالأيير على فكرة في النيجر حتى هم احتفظوا بها إلى وقت قريب والارقام هذه ذكيه لكنها واعره هلبه في نفس الوقت باش انك انت تديرها، لما بتكتب 20 تدير زوز عشرات بجنب بعضهم، لما بتكتب 1000 فيه رقم واحد ما فيش ارقام بعده، رقم 1000 يعبر عنه بهذا الشكل اللي وريت لكم قبل شويه. هذا مثلا ال10 قيمته 1000 عند اللعبه نتاع تودولت اللي يلعبوا فيها التورك. وأنا على فكرة عندي وثائقي كامل عن الأرقام عند الليبيين عبر التاريخ اللي بيرجع لها في صفحتي في اليوتيوب. أه الكار صبرت يعني هذه اللي صممتها مبنية على معلومات شفهية و أه وإضافة على إضافة إليها على فكرة حتى الملوك أه أه اللي هي أمغار وتقليت وأقليد وحاولت أه أني ما عليهم رسوم هيك درت الوجوه من غير أه شو ملامح وعلى فكره يعني فكره انك انت تدير الكارتا تبان من جهتين في القلب هذه مش فكره فرنسيه هذه الامريكان لما طوروا الكارتا لها الجهه من جهتين يعني بحيث انك انت تلعب على الطاوله الشخص من جهه ثانيه يشوفها وانت تشوفها وهذه ما كانتش في الكارتا الايطاليه اللي وريتها لكم مبكري وهذه متاخر عليها هلبا زي ما تشوفوا مثلا هنا الكاس من جهه واحده يبان باختصار وصلتنا الكارتا لليبيا والليبيين والليبيين عندهم طبعا <applause> عندهم ولع وحب شديد للكارتا في كل قهوه وزنقه تلقاهم يلعبوا الكارتا بأنواعها على الاقل زمان مش عارف كان ما زال فيه تو اللي عندهم انواع هلبه من الكارتا الشكوبا والسكمبيل والرومينو وغيرها وتودلت عند التوارك زي ما قلت وكان اليهود على فكره الليبيين عندهم لعبه بتاعت كارتا وكانوا ملعين بها هلبه تسمى الربي جوجو نلقاهم فيها يعني يعني يلعبوا فيها في فندق الزهرة في سوق المشير في قهوة الحارة الكبيرة والصغيرة ووقتها ونشهروا بها هم دون غيرهم وتعلم منهم بعض اللي بين على فكرة اللعبة هذه اللي هي معقدة فيها أرقام وإلى آخره وشكبة كان فيها منافسات هلبة ووصلنا اسماء اشخاص يعرفوها بشكل احترافي كبير جدا في ليبيا ومظبوط يحكي على احدهم يعني ما بيناش نذكروا اسمه وانا توصلت الشخص هذا ولا جد هو يحفظ يعني عنده يحفظ بذكاء رهيب جدا بحيث انه هو تلعب انت الطرح ولا اثنين هو يعرف انك انت شنو هي الكارتات اللي عندك وشنو هو اللي عقب في المجموعه ويبني استراتيجيه عليها، على اي حال أه والكارت ما كانش مقتصر على الصغار بس يا اخي حد ولا العاطلين عن العمل، لا من كل فئات الناس تلعب فيها، اشهر واحد هو المحامي أه علي الضبع مثلا خريج الازهر من ابرع لاعبي أه الكارتة مثلا في ليبيا، اصولها ترجع تقريبا من صرمان. يقولوا الشابين هو الحجة في ركاب في ليبيا فرملته وين ما يمشي فيها الشكبة زي ما قلت لكم وان شاء الله لي ذكرت اسمه وبنحتفظ على الاسامي الثانيه لان بعضهم زي ما قلت ولوا جدود وما يحبوش يدوا عليهم موضوع الكارتة هذه وطبعا الكارتة في ليبيا ومع لعب ثانيه هلبه زي ما قلت كانت متاع تسليه وتقضيه وقفه الفرع مع انها زي ما قلت لعبة تسية لكن فيها اللي مشي بيها ابعد كان فيه جماعة اللعب بالفلوس وهذا طبعا محرم وبيجمع الفقهاء والقمار والميسر والاخر إيه ولكن كانت فيه مجموعة موجودة تلعب بالطريقة هذه المجموعة هذه كان يسموا فيهم الناس عندهم يعني جروب متاعهم خاص بهم والناس كان يسموا فيهم الشيش بيش اللي هو اسم الزهرة اللي هو النرد هذا وهذا طبعا في منا انواع حتى هو موضوع آه موضوع طويل آه كان زمان يصنعوا فيهم من العظم وكانوا يعرفوا بعضهم وين يلقى واحد الثاني <applause> يقول سامحوني يقول لي صاحبه عندك عظام يعني تعال نلعب ونقمر مع بعضنا آه وزي ما قلت النرد مع الكارت والى اخره على اي حال آه وفي لهم طبعا اماكن محدده زمان راهو اللي لعب الكارتا وغيرها يلعبوا فيها مثلا آه في السور الغربي من طرابلس القديمه آه يقعمزوا اربعه اربعه ويلعبوا في النرد ويعرفوا بعضهم زي ما قلت وهم مجموعه آه آه الناس على اي حال من القهاوي القديمه اللي شهرت حتى هي بلعبه الكارتا ويجوها الناس خصيصا بشعب الكارتا آه اللي هي آه الجامبرينس مثلا هذه اللي تولدت بعدين وانا قهوه زرياب آه وفيه كذلك في شارع الاستقلال وفيه المدينه القديمه قهوه خالي عيسى الجبالي باب البحر كان ملتقى اليهود الليبيين اللي يلعبوا في الكارطه المهم القصه الحوية حصيلة طويلة هلبة وانا نطور اكثر من هيك ولازم ندير عليها يوم ليامات يعني كتاب على تاريخ اللعب عند الليبيين وخصوصا الكارتا <applause> أه أه طورت الكارتة بالأخص شكوبا وزمان شاب أه ليبي أه اسمه أه مالك بادي أه كان نذكر اسمه مزبوط مالك بادي هذا دار مشروع التخرج بتاعها بتاع البرمجه أه في لعبه الشكبة في الكمبيوتر ايه برمجه الشكبة في الكمبيوتر والله كنت نتمتع بها بشكل غير عادي يعني مالك بادي هذا دارها في الويندوز دار لعبه صغيره مشروع التخرج بتاعها الشكبة واليوم طبعا بالتليفونات بتاعنا نقدر نلعب الشكبة بانواعها وهي موجوده أه الليبيين داروا زوز منها اظني ومدايرين منها طلاين حتى هم ثلاثه ولا اربعه وتلقوها بشكلها القديم وشكلها الجديد وشكلها, وشكلها كلاسيكي وشكلها وتلتعب بدرجات متفاوتة السهل والوعر والآخرين آه المهم آه العالم اللي يحترموا في عاداتهم وتقاليدهم يديروا في متاحف للألعاب التقليدية والعملية مش مكلفة هل تبي مني يجمع وانا لي سنين نجمع كل اللعب اللي لعبوها الليبيين عبر التاريخ وتشوفوا انتوا وين بعضكم ببعض هذه آه اللعب ودرت اللعب القديمة درتهم بطريقة عصرية وحديثة واللعب هذه بدات تختفي مع الزحف بتاع الالعاب الالكترونيه، وحنحصص خلاص حلقه ان شاء الله على الالعاب القديمه اللي لحقت عليهم اني شخصيا. آآ 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 على فكره بنوريكم هنا صوره كارته المماليك اللي تكلمنا عليها من زمان، صنعها مصمم لعب الماني بشكلها الاول بالضبط ودارها باتقان شديد جدا، آآ اللي على الطريقه اللي كانت عليه ودار عليها بحث كبير وطرق لعبها وطبع منها عدد محدود واني يعني ممتن اني عندي منها نسخه لانه هو دارها بعدد محدود جدا وهي لعبة تاريخية بامتياز، وأخيراً نقول لكم تاريخنا غني وثري فيه ما ينقال من كل جوانبه، ونعاود ونقول لازم من افتخار بتاريخنا وتراثنا بكل أشكاله وألوانه بما فيه الألعاب التقليدية الليبية، الكارتة الليبية اللي لقيناها عند التوارق وهم ليبيين طبعاً في الجنوب الليبي، وهذا من ضمن الهوية البصرية الليبية، بنخليكم في الحلقة هذه مع بعض التعابيرات الليبية على يعني الكارته ف يقولوا مثلا لما بيقولوا الليبيين يعني على شخص يعني مثلا يقولوا هذا الجوكر مثلا هذا على كل سكه يركب ويقولوا الحاجه اللي مش مصنوعه باهي يقولوا شنكه ولا ولا اللي ولا حد ما تبيش كلام يقول برا شنكه مثلا ويقولوا على العشيقه مثلا او الزوجه المجيره متاعك يقولوا لها فالتعبير متاع الكارت هذه اصبحت جزء من الحديث اليومي وننقل لكم في نهايه الحلقه هذه الحلقه كرتت وهذه تعابير ليبي يعني انتهى الموضوع الحلقه كرتت ونتكلم على حلقه على موضوع ثاني يخص الهويه الليبيه بكل تجلياتها تحياتي والى اللقاء ارتفت السلام عليكم